السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هو أساس كل عمل وغاية كل مريد، إنه الإخلاص لله سبحانه وتعالى. قال إبراهيم بن أدهم: الإخلاص هو صدق النية مع الله، فلا طلب للدنيا ولا سمعة ولا رياء ولا تصنع للخالق. ولما كان السؤال من المخلص، كانت الإجابة هو من يكتم حسناته كما يكتم سيئاته، وقيل هو من لا يحب أن يمدحه الناس على ما يفعل، وقيل من يستوي عنده مدحه وذمه. والإخلاص جاء فيه أمر من رب العالمين للرسول الكريم: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين، وأمر من الله سبحانه وتعالى لعباده: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. والحقيقة الإخلاص يعني كقيمة غير باقي القيم، من نقدرش نقول في حاجة معينة وحاجة تانية، لا، حاجة نقدر عليها وحاجة ما نقدرش. الإخلاص يكون في العمل كله، في جميع أنواع الأعمال، حتى الأعمال القلبية، الأعمال الخاصة بالجوارح، الأعمال الخاصة حتى بالفكر، باللسان، بالقلب، بكل شيء. لأن يعني إذا عدم الإخلاص من الأعمال، فبصراحة راح الوقت وراح المجهود كما قال العلماء وكما قال السلف. احنا بنقول في أذكار الصباح والمساء كل يوم أصبحنا ومسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فما هي كلمة الإخلاص؟ هي قول لا إله إلا الله. ولذلك فإن السورة التي بدأت بإفراد الألوهية لله وحده سبحانه وتعالى سميت بسورة الإخلاص: قل هو الله أحد الله الصمد. وأخبر الرسول الكريم أن أول ثلاثة تسعر عليهم النار يوم القيامة قارئ القرآن والمجاهد والمتصدق أو المنفق ماله. ولماذا؟ يعني قال أنهم كانوا يعملون لغير الله. يقال أن قارئ القرآن كان يقرأ ويحفظ، يقال أنه حافظ، وأن المجاهد يقال أنه شجاع، وأن المنفق ماله يقال أنه متصدق. وقد قيل في الدنيا فهيكون مأواهم والعياذ بالله في الآخر إلى النار. في الحديث المهمة جدا واللي رواها عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وورد في صحيح البخاري، هو حديث طويل بيتكلم فيه عن خلق الإنسان وأطوار خلقه، ولكن اللي يعنينا منه في موضوع الإخلاص هو الجزء الأخير من الحديث. يقال: فإن الرجل يعمل بعمل أهل النار فما يكون بينه وبينها إلا ذراع، إلا ويسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخل الجنة. والرجل يعمل بعمل أهل الجنة فما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار. طيب لما حد يسمع الحديث ده: هل ربك ظلام للعبيد؟ وما ربك بظلام للعبيد؟ وربنا سبحانه وتعالى هو الغفور هو الرحيم. طب ازاي الانسان يعمل طول يعني يعمل طول عمره بعمل اهل الجنه وفي الاخر يدخل النار؟ قال لك: لانه لم يعمل اخلاصا وايمانا، وانما كان عمله ظاهر للناس، مجرد الظهور للناس. وعلشان كده الفيصل في موضوع الخواتيم ده هو الاخلاص لله، يعني سبحان الله. عشان كده قالوا ان قلوب الابرار معلقه بالخواتيم، يقولون دائما بما يختم لنا. على طول الابرار كده بيكون تفكيرهم: يا رب كيف بيكون ختمتنا، كيف بتختم لنا من هذه الدنيا. يعني الغرض من معرفه قيمه الاخلاص هو الحصول في الاخره على ثمره الاخلاص. اول ثمره من ثمرات الاخلاص هو النجاة من غواية إبليس ومن الشياطين. يقول الحق سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وفي بعض القراءات المخلصين بكسر اللام. الحقيقة الإخلاص طريق من طرق يعني تفريق الكروب والهموم. وكلنا نعرف قصة الثلاثة الذين آووا إلى الغار، فانطبقت عليهم الصخرة فأغلقت الغار، فابتدى كل واحد من الثلاثة يناجي ربنا سبحانه وتعالى ويدعوه بعمل يكون أخلص فيه لله، فربنا فرج عنهم ما فيهم من الهم والكرب. في حديث لسعد بن أبي وقاص يعني نقدر نستخلص منه أن الإخلاص هو طريق من طرق النصر. فيقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يخبرنا أن هذه الأمة تنصر بضعفها بدعوتهم وصلتهم وإخلاصهم، فالإخلاص طريق من طرق النصر. كمان من ثمرات الإخلاص أن هي
يعني طبعا اكيد الغايه والوصول في الاخر لرضا ربنا سبحانه وتعالى والحصول على جنات النعيم. في الوجه الثاني في سوره الصفات: وما تجزون الا ما كنتم تعملون الا عباد الله المخلصين اولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم على سرر متقابلين. والوصف الحقيقه وصف كامل رائع لعباد ربنا المخلصين وما يلقوه من في الجنات باذن الله. الحقيقه احب اختم بتلك الابيات الجميله: قلوب المخلصين لها عيون ترى ما لا يراه الناظرون وأجنحة تطير بغير ريش إلى ملكوت رب العالمين فتسقيها شراب الصرف صدقا وتشرب من كؤوس العارفين. وإلى اللقاء في الغد إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.